السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم سمن ديال الشحمه بحشوه اللي هي لذيذه بزاف، كتجي بحال اللي كنشريو من على برا، وان شاء الله بطريقه مبسطه غينجح معكم من اول تجربه. الا بغيتوا تعرفوا المكونات وطريقه التحضير بقاو معايا لنهايه الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الخالي من الجلوتين، استعملت نوعيه شارميكس بي، ملعقتان كبيرتان من دقيق الذره، وعندنا ايضا واحد الملعقه كبيره من دانون طبيعي او يوغورت طبيعي، وايضا ملعقه كبيره ما يعادل 20 غرام من نشا البطاطس، يمكن تعويضه بحبه بطاطس صغيره مسلوقه، وعندنا ملعقة صغيرة من الخل، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من السكر، والقليل من الملح، وعندنا الحليب لجمع الخليط. تقريبا انا هنايا استعملت 230 ملل من الحليب، وكل واحد على حسب نوعية الدقيق المستعملة واش كتشرب ليه. انا هنا غنوضع جميع المكونات في العجانة، كل واحد على حسب اللي عنده، تقدروا تعجنوا باليد ديالكم. انا نظرا لضيق الوقت وحيت عندي رضيع فما بقيتش كنقدر نعجن باليد ديالي باش نختصر هكا الوقت ونمشي نقضي الشغالات ديالي. فهنايا كنوضع جميع المكونات في العجانة وكنبدا نضيف الحليب بالتدريج حتى كتجمع ليا العجينة ديالي. بالنسبة للعجينة ديال المسمن راه معروفة ما كتجيش مرخوفة بزاف وما كتجيش يعني قاصحة. انا غادي نوريكم القوام محصل عليه في الفيديو. هنا بعد ما تعجنت لي العجين واحد المده خليتها ديال 6 دقائق تعجنت لي، غادي نحطها في واحد الوعاء وغادي نخليها واحد المده ديال 15 دقيقه ترتاح. عاد ديك الساعه نحاول نكورها الى كويرات متساويه. انا بالنسبه ليا غادي نقسم العجين ديالي الى 4 كويرات، لانني غندير هكا مسمنات بحجم اللي هو كبير. الا بغيتوا تصغروا الحجم كيبقى لكم الاختيار. غادي نحاول هكا نشكلهم كويرات وندهنهم من بعد بالزيت ونغطيهم بلاستيك غذائي باش ما ينشفوش ليا من الاعلى، بما حضرت معكم الحشوه اللي غتجي مرافقه في الوسط. بالنسبه للحشوه فغادي نخدموا بها هكا، ما غنقليوها ما والو، هكا كيخدموا بها اصحاب الشوارع. غناخد بصله كبيره ونصف فلفل اخضر ونصف فلفل احمر، والقليل من الشحمه اللي دوزتها في الهشوار، غندير القليل من الحار اختياري والقليل من القزبر اليابس، القليل من الملح والقليل من التحميره، وغادي ندير عليهم واحد الرشه ديال الزعتر. من بعد غادي نحاول نماك المكونات جيدا بحال كنخدم الكفته كندخلها في بعضياتها بهذا الشكل هذا. بعد ذلك غادي ناخد واحد الصفايه ونخلي هاد الحشوه هذه تستقطر من هذاك الماء، لان كنعرفوا البصله والفلفله كيطلقوا الماء فضروري نشفوهم مزيان. هنايا عندي القليل من الزيت اللي درت فيه هكا التحميره، خليتها فيه واحد الوقت هكا اللون ديال الزيت تبدل، ومن بعد صفيته، وهو اللي غادي نطلق به العجينه ديالي. كما كتعرفوا عجينه المسمن فكنديروها بين بلاستيكين غذائيين كما عودتكم دائما باش كيسهل علينا، وكنحاولوا نطلقوها هكا رقيق حتى كيبان لنا هكا شويه سطح العمل باش كيجيكم هكا المسمن مورق. والطريقه الاعتياديه اللي كندير في العماره ديالي اي مسمن معمر كندير هذه الطريقه هذه، راه كل شيء موضح ومبسط في الفيديو. دائما كندهن المسمنه ديالي بهذاك الزيت اللي فيه التحميره، و كنرش بالقليل من دقيق الذره، كتبقى اختياريه تقدروا ما ترشوش الا ما بغيتوش، وكندير الحشوه في الوسط. ملاحظه واحده، نقصوا من الحشوه، ما ديروش بحالي انا شويه كثرت الحشوه، لانكم الا كثرتوها بزاف فمجرد غتبسطوا المسمنه ديالكم باش تطيبوها فغادي تبدا تخرج لكم الحشوه. يعني هادو كيبقاو فقط نصائح، و كما كتلاحظوا فوق ما كلف كندير هكا دهنه خفيفه بالزيت ديال التحميره القليل رشه من دقيق الذره، وكنكمل بنفس الطريقه دائما بين بلاستيكين غذائيين، كتلقوها بكل سهوله. وكديروا الطريقه اللي وضحت لكم ديال التوريق، بغيتو ديروا الطريقه الاعتياديه ديال المسمن ديروها، انا كنفضل هذه. كنبقاو خدامين هكا حتى كنكملوا جميع المسمن اللي عندنا. انا شاطت ليا واحد الكويره
درت بها مسمنه عاديه لان العمار ما بقاتش ليا، فهكا درت واحد المسمنه عاديه اللي غادي نوريكم حتى هي، راه جات رائعه وجات مورقه. يعني هذه هي العجين اللي كنعتمد في المسمن، وكيجي هكا مورق وخفيف. وهذا المسمن هذا صدقوني الا جربتوه ما غاديش تشبعوا منه، غيجيكم تماما بالنسبه للناس اللي كانوا كيتناولوا، انا كنتكلم مع الناس اللي كانوا كيتناولوا الجلوتين عاد داروا حميه غذائيه، فراكي عارفوا يعني كنا كنشريو بحال هاد الحويجات من الشارع، غادي تعرفوني علاش كنتكلم. صافي من بعد كنبداو باول مسمنه خدمنا وكنحاولوا نطلقوها، ما نرقوهاش بزاف، المسمنه كتكون معمره ما كنرقوهاش بزاف، وكنطيبوها في مقلاة اللي تكون مسخنه مسبقا. كل مره كنقلبوا المسمنه ديالنا على الجهتين حتى كتنضج معانا، وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هذا المسمن ديال الشحمه. هذه المسمنه اللي خليت ما درتش فيها لا حشوه ولا والو، يعني عاديه، شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله. غير هي درت الوسط ديالها ورقتها هكا بالقليل من الزبده والزيت، يعني الزيت درته مع الزبده وعاد رشيت بالدقيق ديال الذره، كتجي ما شاء الله رائعه. وبالنسبه للمسمن ديال الشحمه حتى هو راه كيجي رائع مع واحد الكاس ديال اتاي، ما نعاودش لكم ما شاء الله كيفاش كيجي المذاق ديالو تماما بحال ديال الشوارع، وكيجي رطب. وبالنسبه للتخزين راه كديروه في بلاستيك وكديروه في المجمد الى حين الحاجه، وكتسخنوه عادي، انا كنسخنو غير في اله البانيني كيرجع بحال يلاه يعني طيبته. كان هذا هو نهايه الفيديو، كنتمنى لكم دائما دوام الصحه والعافيه، ونتمنىكم تجربوا هذه الوصفه اكيد في البيوت ديالكم، وتصيفطوا لي التطبيقات ديالكم على صفحتي في الفيسبوك صحتي في حميتي بدون جلوتين. اترككم في امان الله، الى اللقاء.